نيجيريا معروف عنها في مناجم الفحم والذهب أيضا مشهورة فيه، مشهورين في موضوع الزراعة على ما أعتقد. أنا أستمتع في الصيد، هذه لعبتي يعني كل سنة، بس السنة هذه كنا في كورونا وما كورونا ما جيناها، لكن اللي أعرف فيها أن فيها المناجم، فيها الذهب، مشتهرة بمناجم الفحم وفيها الأسود، ما الأسود هذا اللي أعرفه، مشتهرة بالغابات، وأنها أكثر دولة مصدرة للكاكاو، وأنها أكثر دولة أفريقية مصدرة للنفط. نيجيريا إحنا كمعلومات نعرف أنها دولة فقيرة، بس المعلومة الصحيحة نيجيريا جالسة تتطور، وخلال السنين القادمة راح تكون من أفضل الدول تقريبا، من 20 دولة تقريبا، يعني جالس تشتغل على نفسها، يعني تطورها ملحوظ. يعني احنا ماخذين فكرة أول أنه نيجيريا بلد فقير وبلد مجاعة وبلد حروب، بس الحمد لله أيامها كل ما حالها قاعد تنهض،